يجوز للمسلم أن يقول الخير في احتفال غير المسلمين؟ يعني لما يبقى واحد مثلا مسيحي جارك، ولما يجي رمضان يقول لك كل سنة وأنت طيب، ولا كل عام وأنت بخير، يوم ما يجي عيد تتف في وشه؟ يعني عايز متصور أخلاق المسلمين إيه؟ واخد بالك؟ إذا حييتهم بتحية فأي أحسن منه أو ردوها، فلا بأس إنك أنت إيه تحسن إليه كما أحسن إليه. هو أصلا بيعاملك بالسجية والفطرة والإحسان، ويجاملك في أفراحك، يبقى كمان تجامله أنتوا في أفراحه. مش معنى كده إنك أنت بتقره على عقيدتك. الجماعة بقى الوهابية دي كل أفق يقول لك إيه، إذا يعني هنأته بعيده معناه أنك تقر على ما هو عليه من اعتقاد والرضا بالكفر كفر. طب أمال أعمل إيه؟ أفجره؟ حاجة غريبة. طب ما النبي كان ليه جيران يهود، وكان ده كان يعود اليهودي لما يسمع إنه مرض. يعني ما فهموش روح الإسلام ولا أحوال النبي.